من خلال السنوات اللي قضينا في هذا المجال طب الأسنان ما يعادل 25 سنة وما يفوق، شفنا الناس بعض الحالات بزاف اللي كيكون عندهم سكون ابيل الغامي سمايل لو سوغيغ جنجيفال، كيكون عندهم الفك فوقاني غالبا كيكون خارج. وهاد الناس بعض الحالات مع الأسف تقويم عوج الأسنان كيكون النتائج ديالو كتكون محدودة، كنكون غالبا هاد الناس خاصهم لا بد يلتجؤوا الجراحة التقويمية وما يسمى بلا شيريجي أورتوغناتيك. كما كتعرف بأن الجراحة التقويمية بقى مع الأسف باهظة التكلفة، ثانيا الناس كيكونوا متخوفين من هاد الجراحة ومن النتائج. دونك كاين واحد التقنية الآن الحمد لله اللي عطات واحد النتائج لا بأس بها، ما يسمى بتنزيل الشفا، تنزيل الشفا وما يسمى بلا ليب ريبوزيسيون. هي كتطلب واحد الجراحة خفيفة جدا، كيمكن لينا مثلا نديرو التقويم ولو نديرو الهولود سمايل ما يسمى بالهولود سمايل أو لي فاسيت وكذا، ودائما الباسيون كيبقى يتشكى من ديك الابتسامة اللثوية، لأن عندنا ان نيكسي دو كرواسونس ديال الماكسيلير، الفك الكبير كبر التكوين ديالو كبير لأنه مع الأسف ما تشافش من الصغر. دونك ظهرت هاد الطريقة في كاليفورنيا بواحد طبيب مشهور طلب واحد جراحة خفيفة من الداخل، كنقصوا من واحد شوية من ديك كنعاودوا بحال اللي كنعاودوا نفيكسيو ديك لا ليفر كانت كهنا كنهبطوها، لأن شفنا هاد الحالات حاولنا نطريتوهم بمثل ما يسمى بالبوتوكس أو الفيلين الغومبليساج، ورغم ذلك هاد الشيء خصو يتكرر كل سنة، إذن كتكون تكلفة أيضا كتكرر والنتائج ماشي مستقرة. دونك التجئنا لهذه العملية ديال تنزيل الشفا، كنعاودو نفيكسوه في واحد لابوزيسيون طبيب مختص بعد دراسة متأنية كنعرفو فين غنقدرو نفيكسوها، وكتبقى تقريبا دائمة وكتعطي نتائج زعما ممتازة جدا. بصراحة التكلفة ديالها في متناول الجميع كنظن، وهادشي لمستو بالمقارنة مع الجراحة التقويمية اللي كتطلب يعني أثمنة باهظة جدا، زائد العواقب اللي كتكون، لأن كتكون عواقب ميكروبية، عواقب ديال الدم، عواقب ديال التخدير العام، يعني إلا كان طبيب متمرن يعني كتكون خفيفة جدا، ما كتكونش عندها أعراض جانبية بالمقارنة مع لا شيريرجي أورتوغناتيك، لأن أوناجي أونيكمون أونيفو دي تيسيمو اي دي ميسكل إليفاتور ديال لا ليفر سيبيريور. فيما يخص الابتسامة والنتائج اللي كيشوفوا الناس، هذيك الابتسامة جات من بعد واحد العمل جاد ديال دوك النجوم أو غيرهم، للذكر أو للتذكير بأن احنا الحمد لله كاع الناس اللي كنستقبلوهم كنعتبرهم نجوم. السؤال فيما يخص الأمراض الأسنان اللي شفناها، كاين أمراض اللثة، كاين تسوسات على ديفيرون ستاد، كاين تلون الأسنان بحكم مثلا راك عارف التدخين أو ما شابه ذلك على حساب لو بوزوان ديالو، كاين شي مثلا كيجي تقريبا غير على تبييض، كيكون عنده مثلا برامج تلفزيونيه او برامج او تمثيليه او كذا، كيقدر يبغي واحد التبييض، كيمكن يدير غير التبييض باخر التقنيات الحمد لله دابا اللي كاين كدار في العياده، او لا كيمكن يلتجئوا لجراحه اللثه ونحطوا ما يسمى بهوليوود سمايل. من نقول هوليوود سمايل اللي يعني ان دوك لي فاسيت هو توت ان انسومبل، فيها دخل فيها جراحة اللثة، جراحة العظم، خلع التسوسات، خلع بعض الأضراس اللي ما بقى فيهم ما يمكن إصلاح، يمكن تكون فيها زراعة. إذن كنقولوا ديك الابتسامة الهوليوودية، الابتسامة التكميلية مقادة. لهذا اللي إلا لاحظتي الحمد لله كاع الحالات اللي شفناها واللي كانوا دازوا اللي كتاب باش اللي عطونا فرصة باش نخدمهم، حاولت نحافظ على هاد الابتسامة الطبيعية اللي كتشوف السنان زوينين، ابتسامة حلوة، وكيخلي لك متلقي يشك واش مركب سنان او لا ديالو. ماشي ضروري طيب اي واحد غنحطوا ليه هوليوود سمايل، كيمكن لينا غير بالاسنان ديالو اي انسان كان نجم او غير نجم، حنا بالنسبه لنا كلشي نجوم الحمد لله، غير ممكن خلال ديطرطراج ومن خلال تبييض ومن خلال واحد التنظيف، وكيمكن نحصلوا على ديك الابتسامه الهوليووديه، يعني ديك الابتسامه يعني بيضاء
اسنان مقادين، الابتسامه ما فيهاش الا حتى كتبان بزاف، يعني واحد الابتسامه فيها واحد لارموني، لارموني دي سورور دي سوغيغ، دونك واحد الابتسامه كنقول لهم قاده. كناكدوا على السنان الطبيعيين، السنان ديالنا احسن لو جولد ستاندار اللي كيعطانا الله هما السنان ديالنا، لهذا خاص الناس يعتنوا بهم. مره مره يزور طبيب اسنان واحد دي طرطراج ما ساكوت غيان دي تو، واحد يعني واحد دوريات يكون مره مره واخا مره في السنه كيزور طبيب اسنان وكيحافظ على الاسنان ديالو، راه هذاك الابتسام دوك السنان ديالو هو راه عطونه واحد الجماليه، كيف ما كان واخا يكون واحد شويه الاعوجاج راه مقبول، راه ماشي ضروري اي واحد غنقادو ليه سنانه ويكون كلشي مستف كلشي بويض، نو كل واحد على حساب البشره وعلى حساب الابتسامه ديالو وكيعطيو ديك الجماليه، كيكون واحد الهارموني ديال لو فيزاج كله. دونك بغيت المواطنين ديالنا يثقوا في الاطباء اسنان ديال بلادهم ويثقوا في الكفاءات الوطنيه بجميع اختصاصات. الحمد لله عمليات داروا برا وجاوا في المغرب وداروا في المغرب وشكروهم اطباء في الخارج، بمعنى الكفاءات الوطنيه لا يستهان بها.